السلام عليكم. اليوم يا شباب راح نتكلم عن أهم حاجة موجودة في سلسلة سكيبي دي تويلت، وهي مرة سرية وقليل من الناس اللي يدروا عنها. فحاول الآن تجيب معك حاجة تاكلها وتستمتع بالمقطع، لأن هذا الفيديو ما هو عادي أبدا. الآن يا شباب عشان نفهم قصة هذا الكاركتر لازم نتعمق ونحلل شخصية اليوتيوبر دافوك، وطبعا راح نعرض لكم المقطع المحذوف من قناة دافوك ومنحلله معاكم. وهذا الفيديو من قبل سنتين يا شباب، وكان الكاميرامان موجودين ومبين ان الدافوك صاير مرة صغير. شاهدوا هذا المقطع للأخير وأوعدكم راح تستمتعوا. فجيب معك حاجة تاكلها وادعس لايك في هذا المقطع وانشره لأصحابك وشاركنا آرائك في هذا المقطع. الآن يا شباب أعتقد كلكم تعرفوا وكلنا احنا متفقين ان سلسلة سكيبي دي تويلت تركز على شخصية الزعيم الجيمان. طبعا الان يمكن انتم تقولوا وش دخل الجيمان في موضوع السبيشال ايجنت؟ لازم تعرفوا ان الجيمان له علاقه بينه وبين السبيشال ايجنت، عشان كذا في اشياء قديمه لازم نوضحها لكم الان. اسمعوا قصه الجيمان عشان نتطرق الى قصه السبيشال ايجنت. الجيمان يا شباب هي شخصيه غامضه جدا، طلعت في سلسله العاب اسمها هاف لايف، ودورها في هذه اللعبة ما زال غير واضح، ما زالوا الناس يتكلموا عنه ويجيبوا نظريات عنه، ودائما الجيمان يطلع بصورة غامضة جدا في اللعبة وما تقدر تشوفه بوضوح في البداية، بس لو ركزت راح تشوفه. بس هو طلع بشكل واضح في المشاهد الأخيرة من اللعبة، وفي هذا المشهد يا شباب كان في حوار مرة بسيط. بس مشكلة هذا الحوار يا شباب ما في أي حاجة سرية ممكن احنا نعرفها بشكل اكثر عن الجيمان، بس الحاجة الوحيدة اللي نعرفها في هذه الشخصية يا شباب ان لها تأثير لكنها دائما تطلع في الخفاء. اهم حاجة الان المفروض تعرفوها عن شخصية الجيمان في هذه اللعبة انه هو اللي يصدر الاوامر الى الناس، وبعدين يطلع في هوامش اللعبة يراقب بشكل مطمئن مثل ما هو مخطط له. المفروض الآن عرفتوا أول نقطة مهمة، هي إن شخصية دافوك مستوحاة من شخصية الجيمان، وإنه هو متأثر بهذه الشخصية. ولو تلاحظوا يا شباب إن الحلقات الأولى من سكيبي دي تويلت دافوك استخدم شخصية الجيمان كثير، والحاجة الثانية طبعا إنه استخدم شخصية الجيمان العادية وخلاها جي تويلت، ومثل ما أنتوا شايفين إن الجي تويلت واضح إنه هو البيج بوس. والحاجة الثالثة ان ظهور العميل السري في سلسلة سكيبي دي تويلت تشبه تماما ظهور الجيمان في لعبة هاف لايف، لذلك انا اعتقد يا شباب ان العميل السري هذا هو يلعب نفس دور الجيمان اللي موجود في اللعبة. الان يا شباب قبل ما نتطرق الى المشاهد المحذوفة ونحللها معاكم ضروري تسمعوا هذه النقطة، وهي متى اول مرة ظهر فيها العميل السري. مثل ما انتم شايفين يا شباب ان العميل السري ظهر في الحلقة 45 وكان قاعد يراقب، وبعدها يطلع في الحلقة 46. التايتن سينما مان هنا استخدم عملية التنقل، لكن دافوك دائما يكون هو موجود في الوقت المناسب كأنه يعرف ايش بصير. العميل السري هذا عنده قدرة خارقة جدا في التنقل بشكل سريع واسرع من التايتن تي في مان. بعدها يطلع في الحلقة 47، وهذه أقرب صورة إليه بس مشوشة جدا، ظهر وهو يطالع في الكاميرا مان وهو محطم، بعدها طفى الكاميرا. لكن إيش هو كان يبغى بالضبط؟ يمكن أخذ لقطات الكاميرا مان والتسجيل اللي موجود عنده عشان يشوف الأشياء اللي قبل. لكن في الحلقة 56 نشوف هذا الجهاز في صورة التابلت هذا مكتوب كاميرا مان 1247، فالرقم 47 هذا يا شباب يتعلق بالحلقة 47. فنستنتج يا شباب ان الصورة هذه اللي قاعدين تشوفوها المصورة او اللي قاعد يبث فيها هو احد شخصيات الكاميرامان اللي في الحلقة 47. يعني نقدر نقول الكاميرامان اللي في الحلقة 47 هو حي وما مات، لكن تم الاستيلاء عليه. فنستنتج الان ان الكاميرامان اللي تعطلت كاميرته وجد دافوك وطفى الكاميرا او زي اللي كأنه شاله، الآن هو على قيد الحياة وبصحة جيدة، فهذا يعني أن الدافوك هو اللي صلحها يمكن. فالنظرية الآن تقول أن الدافوك ما هو ضد الكاميرامان. يمكن أنتم بتجيب تقولوا أوكي
عجل هو ضد السكيبيدي تويلت. لا يا شباب، قصة العميل السري أبدا ما هي بهذه البساطة، لذلك أنتوا لازم تشاهدوا هذا المقطع للأخير عشان تستوعبوا الفكرة صح. بعدها طلع طبعا في الحلقة 48 في لحظة أول ما السلاح طلق وصار فيه شعاع وبين هو من خلف النافذة، ولكن يا شباب في الحلقة 52 طلع العميل السري في الزاوية وكان قاعد يراقب. بس في هذه الحلقة يا شباب طلعت فوقه لوحة مكتوب عليها Your real enemy is، يعني عدوك الحقيقي هو أكمل الفراغ. فاللافتة هذه يا شباب هي غير كاملة، باقي كلمة واحدة عشان نعرف من هو العدو الحقيقي. بس يمكن بما أن اللوحة فوق راسه يمكن هو دافوك نفسه هو العدو الحقيقي. فصحيح الآن يمكن هو مو ضد الكاميرامان، بس يمكن يكون في المستقبل وراح أشرح لكم ليش. بعدها يطلع في الحلقة 55 وفي أشخاص يقولوا إن العميل السري هذا يطلع لما يكون موجود النينجا كاميرامان، ومثل ما أنتم شايفين النينجا كاميرامان كان موجود في أول مشهد من الحلقة 55. والسبب اللي خلى الناس تقول هذه النظرية لأن أول ظهور للعميل السري كان يطالع من النافذة وقدامه النينجا كاميرامان كأنه يطالع فيه، بس بعدين في الحلقة 56 طلع بشكل غير واضح قاعد في السيارة ويراقب، بس ما كان النينجا كاميرامان موجود في هذه الحلقة. لذلك الآن شباب العميل السري هو ما هو مرتبط بأي شخصية معينة عشان إنه يظهر في أي وقت، فهو يراقب الأحداث الرئيسية. لكن السؤال المهم شباب الآن، ليش هو ما يتدخل؟ ليش هو قاعد يراقب بس ما يسوي أي حاجة؟ الآن شباب بعد ما أعطيناكم التفاصيل المهمة اللي المفروض أنتوا تعرفوها، حان الوقت نكشف لكم عن شخصية الدافوك الحقيقية. فهذه الحلقة يا شباب هو حذفها من قناته، ومثل ما أنتوا شايفين هذا أول ظهور للكاميرامان وهو يواجههم. وهذه المشاهد اللي راح تشوفوها يا شباب قبل سنتين، يعني قبل سلسلة سكيبيدي تويلت. بس خلونا الآن نتعمق في هذه المشاهد ونحللها لكم ونعطيكم النظريات بشكل دقيق. الآن في هذا المشهد الموسيقي قاعد يبين لنا إن شكد شخصية دافوك كانت تعاني في هذه الحياة القاسية، ومثل ما أنتوا شايفين المشهد أبيض وأسود، ودائما المشاهد اللي تكون بالأبيض والأسود هي تعبر عن الحزن والتعب والمعاناة أو الذكريات. فكل شيء الآن في هذا المشهد ما في أي مشاعر بينه وبين الناس اللي حوله، فصايرين الناس اللي حوله ما يهتموا ومشغولين عنه. لكن بعدها في مشهد مميز يقرر دافوك إنه يتعارض مع النظام اللي قاعد يشوفه والسيستم اللي هو عايش فيه والروتين اللي هو كارهينه. ففي هذا المشهد نقدر نستنتج انه قاعد يشوف احلامه بعيدة عنه، ومثل ما انتم شايفين لما هو شاف احلامه الحياة تلونت اليه، صار المشهد ملون في هذه اللقطة. فمن خلال الالوان هذه يا شباب نفهم ان الحالة المزاجية لشخصية دافوك اتحسنت الان، فلما يشوف احلامه كل شيء حوله يتلون. في هذا المشهد المعبر نشوف حاجز يرتفع، فنستنتج الآن أنه لما يفقد الأمل تصبح الحياة مظلمة جدا بالنسبة إليه وتتحول إلى أبيض وأسود، ما في أي مشاعر يصير ويفقد الحماس. وهذا أول مشهد يظهر فيه الكاميرامان، ومثل ما أنتم شايفين الجلد البشري يبين في إيدهم. ففي هذا المشهد يا شباب الكاميرامان صايرين يرمزوا إلى السيستم والنظام اللي يمنع الناس من الخروج تحت سيطرته. لكن في هذا المشهد دافوك يقرر انه يتجه نحو هدفه واحلامه ويستمر في الركض بالرغم ان الكاميرامان قاعدين يمنعوه. بعدها دافوك يقرر ياخذ مطرقة ويحطم اي شخص يوقف في الطريق الى حلمه، وهنا بينت الاصابع وايد الكاميرامان تلتف حول رقبة دافوك مثل الثعبان. في هذا المشهد نشوف دافوك قاعد يخاطب الكاميرامان، بس يجي من خلفه شخص ويضربه بمطرقة، وهذا السلاح يا شباب اللي موجود عند الكاميرامان ظهر في الحلقة 53. وبعدها على طول نشوف الكاميرامان كلهم سقطوا والدافوك يطالع فيهم. هل الدافوك كانت عنده قوة خارقة في هذه اللحظة؟ تي في مان هنا يا شباب يظهر بشكل مختلف جدا، والصورة هذه اللي موجودة في الشاشة يا شباب طلعت في مشاهد أخرى في الشوارع، بس كان في علم واضح في الجوانب. العلم هذا يا شباب يشبه علم روسيا، والصورة المظللة اللي في الشاشة يا شباب إنها تشبه
أحد صور رئيس روسيا بوتين. وللمعلومية لو ترجعوا إلى المقاطع القديمة مرة إلى اليوتيوبر هذا راح تلاحظوا فيه فيديوهات ترمز إلى روسيا، زائد الأكسنت لهجته لما يتكلم في المقاطع القديمة تبين أنه روسي، فالأغلب أن هذا اليوتيوبر هو روسي. بس خلونا نرجع إلى الموضوع الأهم الآن، ومثل ما أنتم شايفين دافوك هنا قاعد يحاول يتصدى إلى الكاميرامان والتيفي مان، قاعدين يحاربوا الشخص البسيط هذا اللي يبغى يهرب من السيستم والنظام اللي هو فيه وقاعد يحاول يقاتلهم. لكن بعدها يطلع عليه جدار ضخم وقاعد يرتفع شوي شوي، فحاول انه يصعد ويكسر الجدار هذا، لكن بعدها مباشرة يطالع تحت وهو مرة خايف ومرعوب. فبالرغم حتى لو انه حطم الجدار هنا يا شباب، هو لاحظ الان انه في فجوة كبيرة ومسافة طويلة بينه وبين احلامه، يعني من المحتمل انه يسقط وما يقدر يروح اصلا يوصل. بعدها في المشهد الاخير يا شباب بدأت الالوان تخفت شوي شوي وتصير ابيض واسود، وهنا نستنتج ان دافوك هذا مهما حاول بغض النظر عن القوة اللي كان يمتلكها وعن مدى صعوبة كفاحه، فهو ما زال غير قادر على الوصول الى المكان اللي هو يبغى يوصل اليه، ما يقدر يطلع من النظام اللي هو فيه. وبعدها الموسيقى في المشهد هذا تنتهي، لكن أبداً ما هي نهاية قصة دافوك لأن في تكملة لها. التحليل الأخير والرسالة الموجودة في هذه المشاهد إن الكاميرامان ما هم أصدقاء وهم عدو الدافوك، والكاميرامان يرمزوا إلى النظام والسيستم اللي ضد دافوك، فمهمتهم إنهم يسيطروا على الجميع، وفي نفس الوقت الأصدقاء هذولا اللي يكونوا مع بعض هم يرمزوا إلى التحالف، فهم يبغوه يتحالف معاهم. لكن هذا التحالف يا شباب ما يتمحور فقط على الكاميرامان، بل حتى التيفي مان والسبيكر مان والسكيبيدي تويلت. بس أكيد الآن أنتوا تسألوا من هذولا هم المراحيض؟ راح أجاوب على هذا السؤال بشكل عميق، ادعس لايك الآن. فإذا كنتوا تتذكروا يا شباب في الحلقة رقم 4 من سكيبيدي تويلت، في هذا المشهد كانوا في ناس لابسين بدل رسمية، يعني نقدر نقول هذولا هم رجال أعمال وناس نافذين وناس أغنياء يمكن بعد، جالسين في هذا المطعم. بس لو تلاحظوا هم ما قاعدين يأكلوا حاجة محترمة، بعدها على طول دخل لهم سكيبيدي صغير جلس يغني، والناس اللي في المطعم كلهم التفوا إليه، وبعدها مباشرة كلهم تحولوا إلى سكيبيدي. يعني السكيبيدي هذا يا شباب هو مثل الفيروس، بس فيروس سمعي، يعني إذا أنت سمعت راح تتحول إلى سكيبيدي. وأعتقد يا شباب إن هذا المشهد هو إشارة إلى المحتوى السيء اللي تشاهده وتسمعه الناس، فالكثير من الأشخاص يا شباب صاروا يتصفحوا كثير على المحتوى السيء في التيك توك أو المقاطع السيئة القصيرة في الفيسبوك، ومع الأسف معظمهم ما تعلموا كيف يفكروا ويستهلكون طاقتهم كلها في محتوى لا معنى له، وبكميات هائلة من المقاطع القصيرة فقط سويبينج كل يوم. فسكيبيدي تويلت والكاميرامان هم في حالة حرب لأن عندهم أهداف مختلفة، فالنظام يقول والحكومة هدفها هو جعل الناس يشتغلوا ويكونوا مبدعين في عملهم، لكن بعض الناس يشتغلوا كمبدعين لمحتوى لا معنى له، وهدفهم أنهم يخلوا الناس يشاهدوا مقاطع فيديو غبية فيقاتلوا بعضهم البعض من أجل التأثير. ولكن من هو هذا دافوك؟ دافوك يا شباب هو الشخص اللي يدرك واللي قاعد يشوف التفاهات هذه، فهو ما حب هذا السيستم ورفضه تماما، عشان كده هو قاعد يخاطبهم ويتجادل معاهم، وهو يبغى يطلع من هذا الشيء بس ما يقدر. وفي المشهد الأخير يبدو انه فهم ان السيستم ما راح يخليه يرحل ولازم يتعايش معاه، فبدأ يحاول انه كيف يتعامل مع هذا السيستم، ويمكن قدر كيف انه يتحكم فيه لانه عرف انه ما في فايدة انه يقاتلهم سواء السكيبيدي تويلت او الكاميرامان او التيفي مان، لان كلهم بالنسبة له اعداء. فيمكن الرسالة اللي موجودة عند دافوك ان كل اللي يقدر يسويه هو الان انه يصعد الحرب ويخلي الامور تشتد اعظم ويخلي الجانبين دائما ضد بعض، ولان هدفه الوحيد انه يطلع من هذا السيستم. فأعتقد الآن يا شباب لما الدافوك يكون موجود، يعني هو الآن قاعد يستمتع بالدمار اللي قاعد يصير ويشوف الحرب قاعدة تصير بين الاثنين، لأنه هو يبغى السيستم يخترب دبل كامل وينتهي ويتدمر. ولو تلاحظوا دافوك دائما يطلع في المواجهات القوية، لكنه إيش يسوي؟ يروح يساعد بالسر الجانب اللي يخسر، مو شرط الكاميرامان،
أي جانب يخسر يروح يساعده، فهو يحاول قدر الإمكان إنه يساعد وفي نفس الوقت يخرب، عشان يبغى هذا السيستم يخترب بالكامل، لأنه يبغى يدمر فكرة الحرب هذه اللي صايرة بين بعض وينهيها بالكامل. هو ما يهتم من هو اللي راح يفوز، فعشان كده أحياناً هو يحط رسالات معينة في مشاهده، مثل لما اتفجر التانك عشان يخلي التي في مان يعصبه مرة، ويمكن هو بعد اللي ساعد العالم اللي خلاه يخترع الطفيلي، لأن الطفيلي هذا يا شباب هدفه إنه يخلي الكاميرامان يحاربوا بعض، وهذا هو الشيء اللي يبغاه الدافوك. ما يهمه أي شخص يفوز، اللي يهمه إن السيستم هذا بالكامل يخترب عشان يطلع من هذا المكان ويتوجه إلى حلمه اللي كان يحلم فيه من زمان. الآن يا شباب راح أقول لكم حاجة مهمة جدا، وهي ليش أنا ذكرتكم عن موضوع الجيمان في البداية. السؤال الآن، إيش رأيكم في أهداف الجيمان في لعبة الهاف لايف؟ بالنسبة لي أعتقد أنه قاعد يصمم لعبة من ألعابه الخاصة وما حد لعبها من قبل، وبما أن دافوك مستوحى من شخصية الجيمان فيمكن هم متشابهين الآن. صحيح أن دافوك يبغى يحقق أحلامه، لكن هذا الشيء كان مرة من زمان، ولو هو يبغى ينتقل للعالم الثاني ويبغى يوصل لأحلامه كان من زمان هو راح، لأنه عنده قدرة التنقل الآن، ليش ما راح؟ لذلك شخصية دافوك اتغيرت يا شباب، عشان كده لما احنا نشوفه يشاهد كأنه قاعد يستمتع، فهو الآن يحتاج شيء أكثر من انه يطلع من هذا المكان. فيمكن الآن العميل السري هذا يبغى الأمور تصير جنونية أكثر ويبغى الخراب يزيد. وبما ان احنا تطرقنا الى هذا الكلام عن شخصية العميل السري، لو تلاحظوا ان شخصية الجوكر في فيلم الجوكر تقريبا نفس هذا التفكير، لما الجوكر تغيرت شخصيته في نهاية الفيلم وصار يستمتع بالأحداث السيئة والأمن المتدهور في الدولة. وطبعا اللي ما يدري عن هذا الفيلم، كانت شخصية الجوكر نفس الشيء في البداية، تقريبا كانت نفس فكرة العميل السري لما هو كان صغير، بحكم ان الجوكر في بداية الفيلم يبين انه كان يعاني ويتعرض الى الرفض من قبل الفرد او المجتمع اللي حوله. وهذه كانت جميع المعلومات اللي ممكن اعطيكم اياها. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش نظرياتكم بخصوص السبيشال ايجنت هذا، او اي فكرة خطرت في بالك من خلال هذه الحلقة اللي ناقشناها معاكم. لا تنسى الان تنشر هذا المقطع لاصحابك وتفجرها بلايك، ومع السلامة.